مشوار حياة، برنامج من فقرة عبر برنامج شوفوا نحن وين عبر اليوتيوب بإعداد وتقديم نبيها حدارة. مشوار حياة اليوم معنا المخرج السينمائي والمسرحي والمؤلف غسان الحريري. المخرج السينمائي المسرحي اللبناني من مواليد بعلبك لبنان، بدأت موهبته الفنية في عمر 12 سنة، وقد بدأ بتأليف مسرحياته وتمثيلياته في بعلبك. كان له الدور في تأليف وإخراج مسلسل لبناني من للراحلة هند أبي اللمع. له من الأفلام العديد السينمائية حيث ألفها وقام بالحوار، نذكر منها في لبنان، الممر الأخير، القرار، المجازفة، الحب الذي لا يموت، المتوحشون، قفزة الموت، والليل الأخير. أتى إلى أستراليا أو هاجر إلى أستراليا 1987، أراد أن يقدم التراث أو الثقافة المسرحية في أستراليا، حيث وجد أن هناك غير متوفر الثقافة المسرحية في أستراليا. كان من الأوائل الذي قدم الأعمال المسرحية من تأليفه وإخراجه وتقديم الكثير من الممثلين البارزين الموهبين أو المحترفين في أستراليا، نذكر منها تلال النوم، يا أرض اشتدي ما عليكي، الصفاح والمعلمة، يا ريت ما خلفتونا، لوين رايحين، وغيرها. أخرج فيلم سينمائي في أستراليا بعنوان سوري ماي لاف، ولاقى نجاحا جماهيريا كبيرا. نال جائزة من البرلمان الأسترالي ثم جائزة بطرس عنداري. من أقوال الأستاذ المخرج المؤلف المسرحي السينمائي غسان الحريري: البلد الذي لا يوجد فيه مسرح لا توجد فيه ثقافة. هؤلاء الأوائل بالمسرح قدموا لنا الكثير من الأعمال المسرحية التي طالما حضرناها وتبعنا الثقافة المسرحية العربية. نشكر الفنان المخرج غسان الحريري الذي لولا إبداعاته المسرحية في أستراليا لما كان هناك أدب مسرحي في أستراليا. نطلب من الأجيال الجليلة الجديدة أن يتبعوا خطاه ويكملوا مسيرته، لأننا لا نريد أن نفتقد هكذا نوع من الأعمال المسرحية في بلد أستراليا المهجورة. نحن نعيش في بلد أستراليا المهجر، يجب أن نحافظ على ثقافتنا المسرحية. مشوار حياة الفنان غسان الحريري، أطال الله عمرك ونتمنى لك من المزيد من الأعمال المسرحية. ترقبونا عبر شوفوا نحن وين بها حدارة.